هانتوما الخضره كنشويها ما فيهاش الزيت بلا زيت. هذه سلطه الخضره مشويه، وتابعوني على الفيديو نرجع معكم باش نمونطي ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها. هانتوما رجع معكم لاصوص. هانتوما عندي هنا الحامض معصر، انا عندي غير الحامض. هانتوما محصر حامض شويه ديال البصل، غير شويه. هانتوما شويه ديال الصوجه، ندير انا شويه الصوجه. ها هي دي. نتوما الا بغيتو ديروا مايونيز وداكشي ثقيل واخا ما درتهاش، درت غير هادشي بغاو غير هادشي صافي. نتوما شويه الزيت، زيت العود، شويه شويه ديال الملح، شويه ديال الملح الخضراء راه فيها سلقه بالملح. ها نتوما صافي، وهذه هي لاصوص اللي غنخلط بها ديك الشلاطه. صافي هكذا كنجيب لينا هاد الشطه بالخضر مشويه. شاركتها معكم، تابعوني على الفيديو تنكمل معكم. ها نتوما المشاهدين ديالي، يعني بديت كندريساجي الشلاطه ديالنا. راه درت دابا الخس لتحت، نتوما ها القرحه، هادي مطيشه درتها في الجنيبات. نتوما ها على البروكولي. نتوما دابا عاد تنكمل هذا البدن ديالنا اللي شويت معكم، وهذا ولا بوكا هي اللي قطعتها ديال الفلفله. المهم انا غنديرها دغيا دغيا نستفها ونقادها ونرجع معاكم نوريكم الشكل ديالها النهائي كيفاش جات، باش ما يجيش الفيديو طويل حيت غنديرو غير قصور باش نطولو عليكم. وهانتوما معايا غنكملها ونرجع معاكم. هانتوما الشلاطة ديالنا هي هادي، كتجي على هاد الطريقة، راه كتجي زوينة. المهم بعد ما ساليتها راه زينتها بشوية الجبن وشوية البيض مسلوق والخضر مشوية وشوية دلابوكا حتى هي. هانتوما المهم داكشي اللي عندكم كتزوقوها بيه، والزوق والزواق والمنظر تيبقى لأي واحد على حسب كل واحد. كنتمنى يعجبكم الفيديو، راه غير قصير، كنتمنى تشاهدوه. هادي المايونيز رافقتها بيها اللي بغا يديرها، هادي لاصوص اللي شاركت معاكم، والشلاطة ديالنا هي هادي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وبالسلام عليكم فيديو آخر إن شاء الله.